السلام عليكم. ان شاء الله راح نبلش هسه بشرح الامثله هاي. الامثله هاي يلا بنبلش نحكي. بحكي لك اجيت اوف ووتر شارج انتو ان اوبن تانك دوتر ليفز ذا تانك ثرو ذا اورفيس. شو الاورفيس؟ احنا خلينا بشابتر 4 ذا بوتوم اوف ذا ريت 0.003 ذا سكشن الاريا اوف ذا جيت 0.025 وير ذا فيلوسيتي اوف ووتر 7 ذا بيت از ووتر اكوميوليتنج اير اور ايفاكيويتنج فروم ذا. بكل بساطة بحكي لي في عندي جت، جت اللي هو المي، تمام؟ سرعتها 7، مساحتها كذا، تمام؟ بقول لي كمان عندي خزان، هذا الخزان في فتحة من تحت، كيو تبعها كذا. بحكي لك كم المي اللي بتدخل وبتخرج من التانك، يعني أنا هسه بكل بساطة بشوف عندي كم التدفق الداخل وكم التدفق الخارج. يلا معطيني velocity و area، دائما لما معطيني velocity و area يعني ال Q تساوي A V. يلا ال area كم؟ 0.0025 velocity 7. تمام يلا نحلهم 0.025 ضرب 7 بيعطيني 0.175 تساوي 0.175. تمام بتطلع عندي فات مي وطلع مي، يعني السائل نفسه، يعني كيو لا تساوي كيو. بس بتلاحظ انه كيو هون ما راح تساوي كيو، هون عندك 0.175 معناها كم عندك؟ 0.3 معناته الكيو لا تساوي كيو، معناته الكيو ان مثلا تساوي كيو اوت المي اللي فاتت تساوي المي طلعت زائد تغير زائد دلتا كيو مثلا، او تقدر تسميها دي كيو دي تي تغير الكيو بالنسبة للزمن. كم فات؟ 0.175 كم طلع؟ 0.003 دلتا كيو الفرق دلتا كيو تساوي ناقص 0.003 عندي 0.175 تمام. يلا منعيد 0.025 ضرب 7 يعني بوينت، انا مخربط فاصلة 0.175 هاي 0.175 0.175 مين اصغر؟ ظلت هذيك اصغر، بالتالي ناقص 0.005 لا 0.03 قصدي طلع عندي سالب 0.025 طلع عندي سالب 0.025. شو معناها؟ معناها انه اللي طلع اكثر من اللي فات، اللي طلع اكثر من اللي فات، تمام؟ اللي طلع اكثر من اللي فات لانه هاي الكيو تبعها 0.175 وهاي 0.03 هاي اكبر، تمام؟ تمام. اذا بدنا الكتله يعني كم المي في الرو 1000 كيو وهذيك 1000 كيو بتحل هون هاي الحاله. احكي لك السؤال في عندي أنبوب تدفق من المي بتوقف بفارغ من الثانية، معطيني مساحة سرعة الدخول معطيني الخروج mass inflow يساوي mass outflow increasing or decreasing. لاحظ إنه 0.05 7 ضرب 1000 يساوي 0.03 ضرب 1000 زائد increasing أو decreasing، بدي أشوف هل هو زاد أو قل. طلع مع increasing أو decreasing هو dm على dt يساوي 14.5. مش عارف شو اللي صار مش راضي يطلع معي. يلا برجع عيد المساحة ضرب السرعة أعطاني هذا الرقم ناقص 0.03 أعطاني هذا الرقم. الرقم معناه إنه اللي فات أكثر من اللي طلع، اللي فات أكثر من اللي طلع. إيش بعمل لو أنا بدي إياك كتلة صفي 1000؟ ليش 1000؟ إنه أنا بحكي ووتر، تمام؟ ووتر بالتالي أم هي رو في كيو، أم هي رو في كيو، فأنا الكيو طلعتها 0.004 ب 1000 اللي هي رول الوتر طلع معي 14.5. نحل السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بسيط جدا بنحل بثانيتين. بحكي لك باي القطر تبعه 120 سنتي ثانية 60 سنتي. بقول لك السرعة بالسرعة عند القطر 2 عند القطر 120 سرعته 2، كم السرعة بالقطر 4؟ عندي مي فايتة وطلع من نفس المكان معناته الكيو هتساوي كيو، بس ما عندي مية زيادة وفايتة، هي فايتة من نفس المكان وطالعة من نفس المكان، شايف؟
والهاي ووتر، فبالتالي المي اللي فاتت المي اللي طلعت، يعني ما في داعي تطبق رو في كيو تساوي رو في كيو، رو طارت مع رو الكيو تساوي كيو، يلا كيو تساوي كيو، هاي الكونتينيوتي ايكويشن بحكي باي على 4 120 سنتي تقسمها على 100 بتطلع 1.2 الاريا بربي فيرست 2 تساوي باي على 4 في 6 تربيع ضرب الفيلوسيتي الفي 2 مثلا الفيلوسيتي 2 الفيلوسيتي 1 باي 4 بتطلع مع باي 4. هسه شو بحكي بدي في 2 بحكي 1.2 تربيع تقسيم 0.6 تربيع فبتطلع معي 4 بتطلع معي في 2 0.6 تربيع 0.36 1.44 تقسيم 0.36 طلع 4 قريب ضرب 2 ضرب الفيلوسيتي نسيت اضرب في الفيلوسيتي تمام ضرب الفيلوسيتي بيعطيني 8 تمام بيعطيني 8 فيلوسيتي عندي 2 بتساوي 8 متر لكل سكند تمام عادي تطبيق مباشر هيا كيو بتساوي كيو اريا في اريا بتساوي اريا في فيلوسيتي اريا في فيلوسيتي باي 4 بتروح مع باي 4 1.2 تربيع في في 1 بتساوي 0.6 في في 2 بتطلع في 2 8. هذا السؤال شو بستنتج منه؟ بستنتج منه كالتالي انه اذا القطر قل الى النصف بيكون عندي السرعه تتضاعف ربع اضعاف. ما مخذ القاعده ان قطر قل للنص، يعني عندي نفس الكتله ونفس الدخول ونفس كل شيء، الكتله الدياميتر لها 1.2 وهي الدياميتر لها 1.6، السرعه بتتضاعف 4 اضعاف. شوف هاي سرعه 2 كم صارت؟ 8. اذا القطر زاد الى ضعف بتقل السرعة الربع عكس بعض، زاد القطر 3 أضعاف بالتالي تقل السرعة إلى التسع. إذا قل القطر إلى 3 أضعاف تزيد السرعة بمقدار 9 مرات. كيف يعني؟ يعني أنا لو عندي السرعة كانت 1 عند الديميتر عند ديميتر 5 السرعة 2 السرعة كم بدها تكون لما يكون الديميتر 15؟ بحكي لك بكل بساطة الديميتر تضاعف 3 أضعاف السرعة بدها تقل 1 على 9 تمام. هي مش نسبة وتناسب إنما لأنه فيها تربيع فيها تربيع لاحظ فيها تربيع يعني الاشي يتضاعف يعني لما يتربع. اذا انا قلت 3 اضعاف لما اربع صرت تمام. يعني الفكرة اللي بدي احكيها انه قل القطر دائما تزيد السرعة، زاد القطر تقل السرعة تمام. عندي عندي سؤال هنا مهم. قطر with a density 1000 كيلوغرام لكل متر لكل سكند متر تكعب قصدي لو throw vertical venturi venturi اللي هو قلنا عنه في له بايب وله ثروت بعدين له بايب. أبشر جاج is connected across two tabs in section 1 and section 2. هذا section 1 هذا section 2. area ratio اللي هي area ثروت على area بايب تساوي نص. area بايب أو area ثروت على area بايب تساوي نص تمام. بالتالي area بايب تساوي 2 area ثروت. بالتالي لما احكي انا وعندي هون المي فاتت من نفس المكان ونفسه مي الكيو تساوي كيو يعني اريا بايب فيلوسيتي بايب تساوي اريا ثروت فيلوسيتي ثروت. وانا بعرف انه الاريا بايب هي 2 اريا ثروت. الاريا ثروت مع اريا ثروت بتطير يعني 2 فيلوسيتي للبايب تساوي فيلوسيتي للثروت. هاي قاعدة مهمة كثير. يعني بس تنتج من هذا السؤال إذا المساحة مثل القطر إذا المساحة قلت النصف تزيد السرعة ضعف ليس أربع أضعاف تمام. يوم مساحة الثروت
هي أقل من مساحة البايب بنصف، السرعة زادت الضعف لأنه الأريا ما فيها تربيع، الديمتر فيه تربيع، يعني المساحة زادت إلى 3 أضعاف تقل السرعة. إذا المساحة زادت السرعة بتقل، المساحة زادت السرعة بتقل، تقل السرعة إلى السدس، تمام، بتقل السدس، تمام. شو استنتجت أنا هسه من هاي العلاقة؟ بكل بساطة استنتجت إنه بحكي لي إذا الفيلوسيتي بالبايب مقدارها 10، الفيلوسيتي بالثروت تكون 20. قولي find the pressure difference recorded by the gap assume the uniform velocity and no viscous effect. يعني انه انا ما عندي viscosity وما عندي السوالف هاي، تمام. لما يطلب مني pressure difference يعني على اي معادله بدي احل؟ معادله برنولي b1 على جاما زائد z1 زائد v1 تربيع على 2g تساوي b2 على جاما زائد z2 زائد v تربيع على 2 بي، تمام. هو بده البرشر ديفرنس، تمام، بي 1 ناقص بي 2 على جاما مثلا او بي 2 ناقص بي 1، تمام. زد 1 وزد 2 بدهم يطيروا مع بعض، ليش؟ هو حكى لي فرق الضغط هو على مسافة زد تساوي صفر، يعني بي 1 وبي 2 على نفس المستوى، بي 1 وبي 2 على نفس المستوى، تمام، فرق الضغط يساوي صفر. زد 1 طارت مع زد 2، V1 V1 اللي هي V بايب اللي هي 10 ناقص V2 اللي هي 20 V G مع G بتطير، تطير رو رو 1000 اضربهم بيطلع فرق الضغط سالب، او اذا اخذت B2 ناقص B1 بيطلع موجب. هذا السؤال your area of your own تساوي هاي، فبالتالي velocity عند الواحد عند velocity عند اثنين بتساوي 20، هاي velocity عند اثنين بتساوي 20، لاحظ انا 20 تربيع رو في دي، فبالتالي بي 1 ناقص بي 2 تساوي 15000 باسكال، يعني 150 كيلو باسكال، تمام. يلا نحل الاسئله هسه السهله، هاي الاسئله اللي ظلت علينا. لك بايب واحد 450 ملم ان ديميتر برانش انتو 2 بايب 2 اند 3، يعني في عندك انبوب وكذا وسرعته كذا، انفصل لقسمين، قسم اسمه 2 وقسم 3. بحكي لك اذا الديمتر عند 2 بيساوي 300، الديمتر عند 300 لك كم ذا افرج فيلوسيتي 450، تمام، عند ال 450 افرج فيلوسيتي 3، وجد الدسشارج ثرو 450 ملم بايب، وجد كيو 1 ايه كيو 1 بتساوي الاريا 1 في 1، هاي الاريا 1 ديمتر 450، يعني باي على 4 450 مليمتر اقسمها على 1000 ربع في في 1 كم في 1 3، تمام، تطلع معي خلنا نشوف شلون في باي على 4 مضروب في 3 مضروب في 0.45 كل تربيع، تطلع معي 0.477 Q1 0.477، تمام. يقول لك أوجد الفيلوسيتي 200 ملم بايب عند ال 200 ملم بايب، الفيلوسيتي هون الفيلوسيتي هون بتساوي كذا، تمام. طيب لاحظ معي المي دخلت من هون، بعدين طلعت من هون، بعدين طلعت من هون، شو بقدر احكي؟ بقدر احكي انه Q1 تساوي Q2 زائد Q3، Q1 تساوي Q2 تساوي Q3، Q1 معي، Q2 بقدر اجيبها؟ بقول لك اه، كيف؟ ما هي معي الـ V2 ومعي الـ D2، بقدر اجيبها، يلا Q2 بنفس الطريقة، نفس طريقة Q1، Q2 تساوي الأريا باي على 4 في بوينت 3 تربيع مضروبة في 2.5 وتساوي يلا تطريقة باي على 4 ضرب 2.5 ضرب 3 كل تربيع تطلع معي بوينت 1.76
تو تمام. فبالتالي راح احكي انا عندي هسه بوينت 777 تساوي بوينت 167 زائد كيو 3 طمع كيو 3 طمع كيو 3 تساوي كم؟ اعمل هون بوينت 477 ناقص بوينت 167 يطلع معي بوينت 3 تقريبا بوينت 3 تقريبا تمام بوينت 3. فبالتالي كم كيو 3؟ بوينت 3 كيو 3 نفس الطريقة 3 تساوي الاريا باي على 4 كم القطر اللي بده اياه 200 مليمتر في في 3. هيك انا ايش بوجد؟ بوجد في 3. طريقة ثانية بقول لك اه واللي هي الاسهل شو هي؟ بكل بساطة بحكي A1 V1 موجود أي كيوب تساوي A2 V2 تساوي A3 E3 مع الفيلوسيتي مع الفيلوسيتي بضل الفيلوسيتي هاي وهي الأريا معي وهي الأريا معي وهي الأريا معي بالفيلوسيتي مباشرة تمام. في هذا السؤال حكيت إنه Q1 بتساوي Q2 زائد Q3 Q1 تساوي Q1 زائد Q3. أنا شو حكيت مباشرة الأريا في الفيلوسيتي تساوي الأريا في الفيلوسيتي الأريا في الفيلوسيتي وطلع في A3 تمام تمام. هذا السؤال برضه سهل نفس السؤال في two streams discharge into pipe joint flow are incompressible أكيد يعني كان كلهم incompressible the volume flow rate from flow rate يعني Q stream A into pipe is given في العلاقة QA بتساوي 0.02 T stream B 0.08 T تربيع T in second exit area of the pipe is 0.01 معطيني ال exit area أحسب ال velocity عندها يعني بالمختصر اللي بيقول لي حل عند الزمن تساوي 1 exit velocity الزمن بتساوي 1 تمام. هم يعطيني كيو A اقتران وكيو B نفس الطريقة اقتران بده اوجد ال velocity تمام. أنا بقدر أحكي بنفس الطريقة إنه كيو A أو كيو إكزيت شو بدها تساوي؟ شو بتساوي كيو إكزيت؟ هاي فايتة من هون فايتة من هون فبدها تطلع من هون بتساوي كيو A زائد كيو B يلا تساوي كيو A كم؟ 0.02 B زائد 0.008 T تربيع عوض الزمن واحد عوض الزمن واحد فبتساوي 0.02 زائد 0.008 تساوي تطلع معي 0.028 تطلع معي 0.00 بتطلع معي 0.028 هاي ايش كيو اكزيت الاريا معطيني اياها الاريا 0.01 فبالتالي الكيو الفيلوسيتي تساوي الكيو على الاريا كم الكيو 0.028 وكم الاريا 0.01 تقسم مع بعض تطلع معك 2.8 تطلع معك 2.8 تمام. هسه لو انا بدي اطلب اكسلريشن تسارع شو بدي اسوي؟ اسوي كالتالي اسوي كالتالي اخذنا في الدايناميك اخذنا في الدايناميك انه الاكسلريشن هو دي في على دي تي تمام. طب انا كيف بدي اجيب الفيلوسيتي كدلاله الزمن؟ بكل بساطه معي كيو معي كيو بدلاله زمن بدي اجيب الفيلوسيتي كدلاله زمن شو بعمل؟ اقسم على الاريا تمام. شوف لاحظ انه بدي الفيلوسيتي للاكزيت بكل بساطه الكيو على الاريا بس بخليها بدلاله اقتران فمخليتها بدلاله اقتران صارت 2 تي 0.8 تي تربيع ما اشتق بتصير 2 قد 1.6 تي لما تعوض 1 بيطلع معك تسارع كذا. اذا بدك تسارع بدك ايش اشتق اقتران السرعه اقتران السرعه كيف اجيبه من الكيو على الاريا يلا نحل هذا السؤال what is the velocity of the flow of the water log b يقول لك بكل بساطه في عندك مي بتدخل من هون ومي بتخرج من هون ومي بتطلع بتفوت من هون تمام مي بتفوت من هون ماشي. شو بحكي هسه؟ بحكي هسه شو المي من وين بتفوت؟ بتفوت من عند A
بدها تطلع من وين؟ اللي بفوت بيساوي اللي بيطلع، اللي فات A واللي بيطلع وين؟ QB زائد QC. QA هسه معطيني، لاحظ معطيني هون الديميتر 4 وهون الديميتر 2، ومعطيني الفيلوسيتي عند A والفيلوسيتي عند B. طيب خلص، هاي اريا في V وهاي اريا في V، أو هاي اريا في V، بطلع QC، بطلع QB، ومن QB بطلع VB. أيوها QA بتساوي QB زائد QC. فيلوسيتي في الاريا، طب الفيلوسيتي في الاريا تساوي في الاريا، بطلع في بي. لو طلب كيو بي بضربها في الاريا، يعني بقى بطلع الرقم هذا. لاحظ السؤال هون، السؤال مهم. The steady flow gas in the conduct is the velocity at section 2. بده velocity in section 2. طيب راح تقول لي طب قبل شوي حلينا 120 و60، قبل شوي حلينا فوق وهي velocity 15. احنا شو حكينا؟ حكينا والله خلص، اذا هاي السرعه، اذا هذا أكبر من هذا عمرتين، فبالتالي السرعة هاي 4 أضعاف. يعني المفروض تحكي للسرعة هون عند هاي في 1 15، من بدها تكون الفي 2؟ رح تقول لي اضربها بأربعة. ليش؟ إنه هاي نص، هاي 15 بأربعة بيعطيني 60. لما أحل السؤال طلع معي 80. طيب ليش؟ بقولك آه، السؤال اللي إحنا حليناه أول إشي حلينا كانت المي نفسها، مي فاتت نفسها اللي طلعت، بالتالي السرعة 4 أضعاف. يعني إذا هاي 2 بتصير هاي 8، إذا هاي 15 تصير هاي 60. هناك لا، هناك ما حكى لي إنه الكتلة متساوية. هون حكى لي لا، رو هون 2 والرو 2 هون 1.5. بالتالي أنا بطبق معادلة الكونتينيوتي، رو في كيو تساوي رو في كيو. تمام، رو هون كم؟ 2. رو هون كم؟ 1.5. وهون الفيلوسيتي باي على الكيو في اريا، الفيلوسيتي في اريا، الاريا كم؟ 1.2 تربيع باي 4 في 1.2 تربيع، والفيلوسيتي كم؟ 15. هون نفس الطريقة، طال في 2 معي 80. ليش؟ لأنه أنا حاسب حساب الكتلة معي، الكثافة، هون الكثافة 2 والكثافة 1.5، اللي أنا بطبق مبدأ رو في كيو. هاي لاحظ أصلاً أنا شو كاتب لك؟ كاتب لك القانون الأساسي هون، توتال ماس رو في كيو يساوي رو في كيو. تمام؟ ونحل هذا. مثال نفس الطريقة. Assuming the complete mixing occur between two flow. المي بكل بساطة إذا بتلاحظ تدخل من هون، تدخل من هون، وتطلع من هون. يعني بكل بساطة QA زائد QB، QA زائد QB زائد QC. تمام. QA كم؟ 3. TFS يعني feet قبل كل سكند. 3. feet قبل كل سكند. كيو بي كم؟ 1. فكم كيو سي؟ 4. يعني كيو سي تساوي 4. هيك انا طلعت الكيو. اذا انا بدي كتله وبدي سرعه ما بقدر احكي انه السرعه الفيلوسيتي، السرعه ما بقدر احكي انه الفيلوسيتي هي 4 على باي 4 6 على 12 تربيع. 6 12 هي 6 انش، بقسمها على 12. ما بقدر احكي هيك. اذا هيك حكيت حلك غلط. تقول لي ليش؟ مطلع. انا بعرف انه الكيو فيلوسيتي على الاريا. بقول لك اه الكيو فيلوسيتي في الاريا قصدي. طيب ماشي، انت ما طلع فيلوسيتي بدك تحسب حساب الرو، رو في كيو، رو في كيو. تمام، انت هون ما معك رو في كيو، انت معك الكيو لحالها. بالتالي انت شو بدك تعمل؟ تحل السؤال انك تحكي رو في كيو تساوي رو في كيو تساوي رو في كيو. كيو اي كم؟ 1.94. لا مش الكيو اي 3. تمام، وكيو بي هي 1 وكيو سي حكينا هي 4. ليش؟ المي اللي فاتت تساوي المي اللي طلعت. بدي احسب سبيسيفيك جرافيتي او رو او هاي. المهم شو 1.94؟ لك تعال جاي، انا طبقت مبدا رو في كيو تساوي رو في كيو زائد رو في كيو، ولا اثنين فاتوا اثنين طلعوا، اثنين فاتوا اثنين واحد. رو في كيو اي زائد رو في كيو بي تساوي رو في كيو سي. هون الرو مش متساوية. هون شو معطيني؟ معطيني سبيسيفيك جرافيتي. طب انا بعرف انه لما بدي اوجد رو لاي جسم ولاي سائل شو بحكي؟ رو تبعته، قصدي السبيسيفيك جرافيتي تبعته بالرول الووتر. الرول الووتر 1.94. ليش؟ هذا النظام انشو فيه. وكم سبيسيفيك جرافيتي؟
شنو هي هذا السؤال؟ هلا هذا بوينت 9.5. كيو كم؟ معطيني اياها 3 كأنه. والحساب الثاني زائد بوينت 8.5 مضروبة في 1.94 اللي هي للسائل مضروبة في 1 تساوي للسائل الأخير، ومن خلاله بطلع السبيسيفيك جرافيتي. بطلع هاي السبيسيفيك جرافيتي في 1.94 هي الرو، هي الرو. The steady flow shown the mass flow rate. بدون mass flow rate بكل بساطة عندي فايد 6 فايد 3 طالع 4 وطالع ام دوت. شو بحكي هنا؟ 3 زائد 6 تساوي 4 زائد ام دوت. 9 9 ناقص 4 تساوي ام دوت. ام دوت بتساوي 5. اللي فات تساوي اللي طلع. السؤال الأخير بيقول لي a water point 1 متر تكعيب، الكحول 0.8 كيو الى تبعته كذا، لك اوجد الديسيتي للميكس تبعهم. ببساطة انا بعرف انه فات عندي 0.3 عندي 0.1 رح يطلع عندي 0.4 تمام، رح تقول لي تمام. انا ايش بدي اعمل؟ بدي اوجد الديسيتي. طبعا يعني معناها الكثافة مختلفة، معطيني الكثافة لهذا الووتر كثافة له رح تكون 1000، معطيني لهذا السبيسيفيك جرافيتي يعني 0.8 1000، اعطيني الرو تبعته ما راح تقول لي تمام. يلا بوينت 1 مضروبة في الرو زائد بوينت 3 اللي هي الكيو مضروبة في الرو تبعتها كم؟ 0.8 في 1000 يعني 800 تساوي بوينت 4 مضروبة في الرو تبعته. الرو تبعته بشكل عام ما بعرفش كم هي، رو اللي هي الميكس. لا بطلع معك الرومكس. هايو شوف هون بوينت 1 في 9310، هاي مش 9310 هاي 1000 تمام، منخربط. بس اصلا 9310 9310 راح تروح او 1000 او 1000 او 1000 راح تروح. هاي خطأ مني، 1000 مش 9310، ما فرقت بالحل. وطلعت انا السبيسيفيك جرافيتي من السبيسيفيك جرافيتي طلعت رو، نفس السلافة عادي. كنت شابتر 5 المبدأ الأساسي اللي بدك تفهم لي إياه إنه الرو في كيو تساوي الرو في كيو بس. نعطيكم ألف عافية.